عليكم، صباح الخير عليكم يا احلى غزالات. كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال، فرحانين ناشطين، اموركم كلها مزيانه. واللي عندهم ان شاء الله الامتحانات في هذه الفتره هذه، كنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح، والله يسهل عليهم الامور وكل ما صعب عليهم. مهم اليوم فيديو جديد صراحه، باش نقول لكم كما تعرفوني دابا قربت ان شاء الله نسافر المغرب. وملي كتسافري ماشي مشكله غير ديال الحوايج ولا هذا، ولكن كل شيء كيتجمع لك في مره واحده، تنظيف، تصبين، تجمعي داكشي تلبرد وتخرجي داكشي تصيف، تقداي، تقدي الشوانطي، يعني واحد الروينات غادي نقول لكم تاختكم تالفه بها الوقت. بزاف البنات قالوا لي انتصار حاولي تشاركي معنا هاد الايام اللي كتوجدي فيهم ولا غادي تنظفي فيهم، تشاركيهم معنا بالتفصيل حتى الهدايا حتى كلشي التنظيم ديال الحقائب. وان شاء الله انا داكشي اللي غادي نحاول ندير، واخا شويه القضيه كتكون مضيقه والوقت مضيق، ولكن كما كنت وعدتكم ان شاء الله غادي نحاول نشارك معكم كلشي التفاصيل. المهم اليوم عندنا الويكاند، ماشي بزاف باش فطرنا، المهم راه جيت تفبر علينا بدوك الفطورات العجيبين ديالو. كما تعرفوا البنات اللي متبعيني في الويكاند مره كيتفبر علينا بشي فطور زوين. المهم هنا البنات اول حاجه كنت بديت بها هو فاش كنبدا كنجمع، دائما كنجمع الحوايج ولا هذا كنقص، يعني كنحاول نقص علاش ما قدرت. الحوايج مثلا شت مثلا ما لبسناهمش داك الصيف نحيدهم، حوايج مثلا اللي صغار على ولادي نحيدهم، داكشي مثلا الجاكيطات اللي مثلا ما غاديش يعاودوا يلبسوهم العام الجاي، مثلا صغار عليهم الكمام، هذا كلشي كنحاول نحيد. وتصبين تصبين 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 ثم تصبين. المهم غادي نطلعكم معايا، المهم غير باش نعلمكم ما تخلعوش. انا كنقول لكم ما تخلعوش، لان عندي واحد البيت اش نقول لكم، عمر في حياتي ما تجمع لي هاد الكم هذا ديال التصبين. غادي تشوفوا معايا دابا علاش كنهضر، ترى تخيلوا معايا هادشي منين دخلي لشي بيت عندك في الدار وتلقاي هاد الكم هذا ديال الحوايج، وماشي هادشي وحده. المهم هنا البنات على اش يبان لكم هادشي كثير، اول حاجه جبت كاع الحوايج ديال الصيف كلهم، حاولت نعاود نصبنهم باش ندي كلشي نقي. عاد مثلا يعني داكشي تلبرد لي غادي نجمع حتى هو داز صبنته لي كات جاكيطات. المهم هيا عاوتاني واحد الشبكه اخرى، عشي داري في الماطو راجلي غادي يهرب مع امك حمش هاد الروينات الحوايج. المهم هيا شبكه اخرى، عاد مازال شبكه اخرى هيا كنتسنى يلا نشفات. عرفتي من البارح بالليل وانا خدامه في التصبين، تصبينه دوره مورا دوره دوره مورا دوره، ومشكل عارف اني عندي عقده ديال التصبين، كنكره الطويان كنكره الطويان، وهاد المره صافي ما عندي ما عندي فين نهرب عليه. شوفوا المهم من هنا الحوايج، ومن هنا الشوانات والسيكان داكشي اللي مقديه، عاد مورا الناموسيه. شنو غادي نقول لكم واحد الروينه هكاك، علاش قلت اليوم ان شاء الله غادي نحاول نحيد عليا هادشي التصبين، نقاد هداكشي ديال البرد نخبيه، وكما قلت لكم حاولت نقص بعدا هو اول حاجه باش غادي نبدا ننظم هداكشي ديال البرد نقادو، من بعد عاد نخرج باقي تقريبا واحد ساعه ونص، قلت نخطف نكمل فيها الحوايج باش غادي نخرج نفوج ونهرب من هاد الروينه هادي، ونخرجكم تانتوما معايا البنات، لان بزاف البنات كانوا كيقولوا لي انت صار ما بقيتيش كتصوري لنا فلوغات شي بلايصات زوينين وهذا وهذا. انا متفقه معكم، لان كنت فاش كنت كنبغي نخرج مع عائلتي هكا في الويكاند كنت كنحاول ما نخرجش الكاميرا، نقول لانتصار خرجي باش نبروفيتي معاهم هما اكثر. ولكن اليوم قلت ان شاء الله غادي نخرجكم معايا لواحد البلايصه زوينه زوينه، غادي نمشيو ان شاء الله نطلعوا لتورونتو، غادي تمشيو حتى نتوما تساراو معايا. المهم اول حاجه غادي ناخذ هاد السله، لان هاد النشافه راه وقفات باش نخوي فيها الحوايج، نزيدهم على خوتهم نزيدهم على خوتهم يونسوهم باش ندوز نطوي كلشي في مره واحده. هنايا نوريكم، هنا عندي واحد السله هنايا، هذه درت فيها غير داكشي تاع لي كاشكول لي كات البرد وداكشي، حتى هما كلشي غادي نحاول نقادو معكم اليوم باش اللي عنده شي روينه تنوض حتى يتشجع اليوم ان شاء الله تحيدها لها. Thank you.
اخيرا ساليت. المهم حوايج الدراري هما اللي كيجيوني صعاب لانهم كيكونوا رقاق وكثار. دابا غادي نخلي هادشي كلشي بلاصتو حتى بالليل ولا غدا الصباح غادي ندوز نرجع النص. وهداك الشيء اللي غادي ندي معايا غادي نديرو في لي فاليز. هنايا غير بيجاماتي وداك الشيء غادي نهز السله نديها لبيتي. هنايا المنادل والفوطات هاد جوج بلاستيكات هما ان شاء الله اللي غادي نقص غادي نهبطهم حتى هما. وبقاو لي هنا الجاكيطات هادو حتى هما غادي نشوف تندير لهم بلاصه سواء غادي نعلقهم ولا غادي نديرهم هكا في شي ساك. وهذا مكان نمشي نهرب دابا بحالي دغيا. المهم هنا تبان لكم عندي واحد السله. المهم فين ما تضر بالك السلات هاد السلات هادي بنات كنت كنوجد فيها داكشي اللي غادي نحتاج لوليداتي داكشي الرقيق ماشي الحوايج. باقي ما دخلتش لمرحله الحوايج غادي ندوز نسد هاد البلاكار هذا ديال الصبايد. يا ربي ما رجعش لي فهاد تمشي بحالي صافي طلع لي الطويه في راسي. دابا غادي ندوز نهبط نشوف راجلي اش بقى دار مع وليداتي وداكشي باش نشوف واش غادي نتحركوا. دابا نمشيو نفوجوا شويه وتفوجوا تنتوا معايا البنات ان شاء الله نمشيو واحد البلاصه زوينه. حبيباتي وجدت راسي وجدت وليداتي. دابا خرجنا ان شاء الله اول حاجه ضروري كنوقفوا في الغاز ستيشن كنديروا ليسونس وغادي نشدوا الطريق تقريبا. المهم طورونتو كتبعد علينا بديك ساعه وربع ساعه ونص اكيد على حسب الترافيك واش الدنيا عامره ولا لا. والجو سخون 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 اليوم بزاف زعما تقول في عز تاع الصيف. وان شاء الله انتم مكملين معايا عشيتي. البنات دايزين على واحد الجامع وبغيت نوري لكم كتفرحي ملي كتلقاي هنا شي جامع. حنا دابا اول حاجه وصلنا قلنا غادي نوقفوا ناكلوا هنا شي حاجه لان مازال غادي نمشيو ندورو فشحال من بلاصه فمبغيوش الدراري يبداو يصدعونا في الجو في الجو. فاول حاجه كنجيو هنايا واش كتعجبك تورونتو والنواحي. اخر حاجه كتوحلي فيها هي الاكل الحلال يعني حد سوى حرف يعني المطعم اللي طاح لك في بالك كتلقيه من تركي من الافغاني من باكستان اليمن يعني الشاميين زعما تبارك الله ناس عداتهم كيتبرعوا هنا بعد هاد الطواله كلها مطاعم كلها كاع الدول تقريبا اللي كيطيحوا لك في بالك كتلقيه عنده تلقي يعني الاكل ديالهم هنا. المهم هنا البنات قررنا في الاخر على واحد المطعم هنايا يماني اصلا تبارك الله يعني مطعم يماني معروف عندهم اكلات زوينه. فخدينا هنا الروز قلنا لهم يديروا لنا هكا روز مشكل فداروا لنا هذا روز احمر وهذا روز صفر وكيجي بالبصله مقليه وكيجي هنايا الغنمي طريفه الغنمي مطيبين ما عرفتش على الفاخر ولا مشويين ولا شي حاجه. المهم كيجي غزال الطبق هذا غزالات ديالي. المهم حنايا دابا طلعنا بواحد الباطو صغير كيتسمى باطو تاكسي اللي هو اول حاجه كتبصي. المهم نشرح لكم كتجي هنايا بحال واحد المارينا هنايا كتقطعي فيه. المهم الكبار كيقطعوا ب 10 دولار والصغار ب 5 دولار صافي كيديك كيقطعك واحد المسافه حتى كيوصلك لهذا الباطو ما عرفت فين صبعي فين الحوض كيوصلك لواحد الباطو كبير اللي هو كيقطعك لواحد الجزيره هنايا. وتبارك الله يعني المنظر او الفيو غزال. شوفوا هذه العماره هذه اللي كنوريكم هنايا هذه اللي مورايا شعلة ستيل كي داير. اهم حاجه هو الحمد لله الجو هنايا دافي دافي ما هو سخون ما هو بارد. هذا هو الباطو اللور اللي كنا جينا فيه. هذه الجزيره اللي قطعنا ليها شوف تبارك الله الطبيعه كيفاش دايره الدنيا خضراء. هادشي واش كتعجبك كندا الطبيعه وشو على منظر كي داير اللور.
واعر، الماء والشجيرات الدنيا. جيت لواحد الزاويه باش نوريكم هاد الفيو. هذه هي العمارات اللي معروفين هنا بتورونتو، وهادو كامل اللي كندوز عليهم صبعي. شعلة ديكور كيجي هنايا غزال. ففي هاد الجزيره البنات كتلقاوها نتوما، كتلقاو حتى شي بلايص فيهم هكا الديور، يعني الناس بحال كيديروا هادو، يعني الديور ديال العطلة ولا الفاكيشن، يعني هادو كيتمتعو مزيان بالطبيعة وبالهدوء، سورتو فاش كتخوى الدنيا، لأن هنا غالبا لي باطو لي كيوصلو هنايا كي آخر توقيت ليهم باش كيرجعو هو 11 الليل. فهاد بحال هاد الديور هادو غالبا كتلقى قدامهم بحال هاد مارينات، كيكونو هاد الباطوات ديالهم، يعني كيكونو بريفي ماشي بحال الآخرين اللي جينا فيهم. وليدات استمتعوا بالوقت هكا، الحمد لله كانت الاجواء غزاله، الطبيعه وخصرحه عينه في المشي، سورتو في هذيك الجزيره يعني كبيره، غالبا الناس كانوا كيكريو بيكالات باش كيقدروا يدوروها، فإلا كنتي كتمشي صعيب باش ديريها. وبهذا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تتم تكونوا استمتعتوا معايا، دوزتوا معايا وقيته زوينه، تساريتوا، فوجتوا، والتقي ان شاء الله في فيديوهات وروتينات جديده. سلام.